والحقيقة إنه يعني هذا الانزعاج وهذا الغضب نتيجة إن إحنا فعلاً بننفق مليارات من الجنيهات، كان ممكن زي ما بقول لكم ننفقها في أشياء أخرى، لكن إحنا قررنا إنه إحنا لابد من الحفاظ على ما نتحصل عليه أو حجم ما لدينا من مياه علشان نقدر إن إحنا نكمل وعشان نقدر إن إحنا نعيش. نحن في مرحلة الفقر المائي بالفعل بالفعل. وتاني ده ملوش علاقة بسد النهضة، ده له علاقة بوضعنا الحالي. احنا لما بنخش في مفاوضات سد النهضة بنقول لهم لازم تقرير، لازم اتفاق ملزم. ليه؟ لان انا اوريدي عندي فقر مائي، فانا عندي فقر مائي، ما تجيش بقى يا مواطن انت كمان تزود لي الفقر المائي فقرا بتعديك. انا ببطن الترع او الدولة بتبطن الترع وبتنفق عليها 80 مليار جنيه. 80 ده رقم ضخم جدا، ده رقم خزعبلي فوق الخيال زي ما الرئيس بيقول، يعني كل حاجة أرقام ضخمة جدا. نسمع ما قاله عن مشروع تبطين الترع. عشان نقلل فوائد المية اللي بنعتبرها حاجة عزيزة جدا علينا، لأن حجم المية اللي بيجي لنا مش كتير ومش هيتغير إلا بإن احنا يعني نحسن استخدام ما لدينا. لما بقول ان تبطين الترع اكتر من 50 مليار جنيه، مش كده برضو؟ طبعا. مش كده يا فندم؟ يعني الـ الـ البرنامج كله لو هنكمله للاخر 80. طيب الدكتور مصطفى بيقول لي لو احنا بصينا للتلات بنود دول لوحدهم حوالي 140 مليار، مش كده؟ طب احنا بنعملهم ليه؟ بعملها عشان الكلام اللي بيقوله معالي وزير الزراعه، ان في شغال في القطاع ده عدد كبير جدا من سكان مصر، وكمان ده امن قومي، لان هو في النهايه المحاصيل اللي بتنتج في مصر يا اما تكفينا يا اما نضطر نكمل من بره. نكمل من بره يبقى بنستورد، نستورد يبقى بالدولار، دولار يبقى عبء على مواردنا من الدولار. وكمان تشغيل، انا عندي ناس بتشتغل، لما تعدى على ارض زراعيه او تبور مني الارض الزراعيه نتيجه نقص الميه، نقص الميه هنا مش لان الميه المقرره ليا هتقل، لا، ميتنا مفيش كلام فيها. اظن الجمله الاخيره جمله مهمه، نقص الميه مش ان ميتنا هتقل، لانه طبعا يعني انا فاهمه مين هياخد ويطير بالجمله دي بالجمل دي اللي هو الله ده انتوا خايفين بقى الميه تقل. لا لا لا، هو واضح وبيقول انه مش معنى ان ده الميه اللي هتجيلنا هتقل، ولكن هي دي الميه اللي عندنا. احنا اوريدي عندنا فقر مائي، اوريدي استهلاكاتنا اكتر كتير من ما لدينا من مياه.